تتمس في يوم الأرض ولا تتمس في يوم الأرض فرد الموت الموت لنا فرد لو هنقص عن مرأبين دين في رهبنا اليوم الدين بلا عين بلا عين هما فين رجالتك؟ مستنيين مع العربيات على مدخل المقاطعة. معاهم أسلحة وذخيرة كفاية؟ أيوة معاهم أسلحة وذخيرة. خلاص طمنوني لما توصلوا وخلوا الاتصال بينا مفتوح. إن شاء الله عن إذنك. مع السلامة. مع السلامة. سلام. ممكن أسألك سؤال يا مستر فرانك؟ اتفضل. انت ليه غاوي مشاكل؟ مش فاهم. يعني في صحفيين غيرك كتير قوي ما بيعرضوش نفسهم لمتاعب ولا المشاكل زيك كده. شوف يا جلال، كل مهنة فيها وفيها، فيها اللي بيجري ورا الشهرة الفلوس والمتعة، وفيها اللي غير كده. انا بقى من اللي غير كده دول، بس ده مش معناه اني ما بحبش الفلوس، بالعكس انا بحبها قوي، بس بحب الحقيقه اكتر. بكره الظلم والجبروت، بحاربه في كل مكان. مثالي قوي انت يا مستر فرانك. مش موضوع مثالي، انا بس اتربيت على كده. ابويا الله يرحمه كان صحفي زي كده، وغاوي تعب وشقى زي كده، راح فيتنام، لبنان، الصومال، وهناك اتقتل. ضابط امريكاني من نفس جنسيته ضربه بالنار لما لمحه وهو بيصوره وهو بيقتل ابرياء.
بعدين اعلنوا انه مات بنيران صديقة. تخيل. يا جدعان حرام عليكم، انا جعان، انا من امبارح العصر ما حطيتش ولا لقمه في بقي، هموت بالجوع. اصبر شويه يا كارلو، قدامنا على بعد 5 كيلو في بنزينه فيها كافيتيريا، انا هخش اعبي بنزين وانت خش اعبي اكل. يا جلال مش جاي معانا ولا ايه؟ لا لا اطلبوا لي انت قهوه بس قبل ما اعبي بنزين وارجع لكم. اوكي. ها ناوي تاكل ايه؟ اكل ايه؟ كله اتفضل. يا سلام، بلاش الشويتين دول لانك انت برضو اللي هتدفع. برضو اتفضل. بقول لك كله لنا فراخ ولحمه ورز وسمك ومكرونه. السلطات بقى اديها يعني. ده انا هاكل اكل. شكلك كده ما بقتش خايف. انت هتخوفني تاني ليه؟ انت هتسد نفسي بقى ولا ايه؟ متقلقش يا كارلو، صدقني احنا وجودنا هنا مهم جدا. تصدق بقى ان انا نفسي بجد هتتسد ومش هعرف اكل اي حاجه. يلا نمشي. انت متاكد من الكلام ده يا سامي؟ ده انا شايفهم بعناية دي اللي هياكلها الدود، حتى بالاماره كان معاهم اللي اسمه جلال. مين جلال؟ جلال ده المسؤول العسكري في منظمه عامر ودراعه اليمين. وكانوا رايحين فين؟ اكيد كانوا رايحين المقاطعه بتاعت ابو خالد. قول لي يا سامي، انت جبت لي الحاجات اللي طلبتها منك ولا لا؟ كل اللي انت طلبته مني وزياده كمان. امال فين التقارير؟ مش شايف معاك تقارير يعني. انا التقارير بتبقى هنا، ولا انت عايزني امشي من المقاطعه لغايه هنا ومعايا ورق وقلم؟ برافو، تتعلم بسرعه يا سالم. امال تلميذك النجيب يا مستر ادم. الورق والقلم اهو، اقعد بقى واكتب لي كل الحاجات اللي انت عارفها. اتفضل. حاضر. يا سلمى، انت بتعرف ترسم خرايط؟ طبعا يا مستر ادم. طب كويس قوي، عايزك ترسم لي كل اماكن تجمع الرجاله ومخازن الاسلحه في المقاطعه بالتفصيل وبدقه على قد ما تقدر. ايه؟ مستني ايه؟ يعني عايز اسال سؤال، انتوا ناويين على ايه يا مستر ادم؟ ناويين نخلصك من الكابوس اللي انت عايش فيه، مش برضو آن الاوان نعمل كده ولا ايه؟ طب وانا؟ انت ايه؟ يعني هيبقى موقعي ايه في اللعبه دي؟ دي مش لعبه يا سالم، احنا ما بنلعبش. سوري يا مستر ادم، انا ما اقصدش، انا اقصد يعني بعد ما تخلصوني من الكابوس اللي انا فيه ده، انا هستفيد ايه؟ يعني هيبقى لي دور ولا خلاص
المطبخ. فهمت. عاوز كام؟ واضح ان حضرتك فهمتني غلط. انا ما بفكرش في الفلوس خالص. انا بفكر في المركز. عايز يبقى لي مكان معاكم. مكان اقدر اخدم منه بلدي. بعد ما تكونوا خلصتوا من العيال المشاغبين اللي في الجبل الغربي. خلاص يا سلام. اعتبر توعد. احنا ممكن نعينك مذيع او حتى رئيس قسم هنا في التلفزيون. مش ده برضو حلمك القديم؟ شو ساعتك انت اللي قلتها بنفسك. انا ما قلتش حاجه. حلمي القديم اللي ما تعرفوش بقى حضرتك ان في جديد. في حلم جديد. انت عايز ايه بالظبط يا سلام؟ عايزك تعيني محافظ. محافظ الاقليم الشمالي. يا ده انت طماع قوي يا سالم. انت مش عارف ان الاقليم الشمالي ده هو اللي فيه بترول كربستان كلها. ده غير اليورانيوم. عارف طبعا الحاجات دي. انا من كربستان عشان كده اخترته هو بالتحديد، لان انا اكتر واحد ممكن يحافظ لكم على الحاجات دي. على كل حال اصبر واديني فرصة افكر في الموضوع ده شوية. ما ينفعش الصبر في الحاجات دي يا مستر هانم. هو ده وقته بالظبط. لان بعد ما قلشت الجنرال الحديدي وجبت مكانه جدع ده اللي اسمه رشدي، ده غير القوات الاجنبية اللي انت جبتها واللي بتشتغل لحسابك، كل ده زائد الخرايط اللي انا هرسمها ملوش غير معنى واحد بس، انك هتسيطر على البلد كلها خلال ايام. ساعتها بقى محدش هيقدر يقف قدامك ولا يعرضك. بالمناسبه ده غير ان انا عندي معلومات مهمه جدا وخطيره جدا وتهمك انت بالتحديد. يعني لما اقولها لك هتنفذ لي كل اللي اطلبه منك. يا ترى ايه المعلومات دي بالظبط يا سالم؟ هتزعلني منك يا مستر ادم. ده انت لسه قايل دلوقتي ان انا بتعلم بسرعه. نتفق الاول. ديفيد بعد اذنك، يعني فنجانين قهوه تركي ليا انا ومستر ادم، بس سكر زياده زياده قوي. ولا اقولك استنى، حضرتك بتشربها تركي ولا اكسبريسو؟ اللي انت تشوفه يا مستر سالم. يبقى اكسبريسو. سيبوا الحاجات زي ما هي، الدنيا امان. اتفضلوا. اهلا مستر فرانك. أهلاً بيك أنت وكارلو. تفضل. أنا جلال حكى لي على اللي حصل. أنا آسف إذا كنا طبينا عليكم فجأة كده، بس الحقيقة إحنا ما كناش عارفين نروح فين ولا نلجأ لمين. إحنا بابنا مفتوح ليك ولكارلو ولأي حد مؤمن بالحرية. جلال، عملت إيه مع الدكتور عصام؟ والله أنا شايف إن الناس اللي هناك متحمسين قوي وعندهم استعداد يتحركوا في اي وقت، بس للاسف عندهم مشكله. مفيش عندهم سلاح. مفيش مشكله ولا حاجه، احنا السلاح بقى عندنا كتير قوي. ايوه بس البلد هناك حالها مقلوب ومش هنعرف ندخل لهم سلاح. انا اتصلت بالميجور سليمان قائد كتيبه الاشاوس اللي كان عندنا في الاسر. تجننت يا جلال؟ تتصل بواحد من اكبر قاده الجيش وتكشفنا قدامه؟ دكتور هاشم، أنا أعرف سليمان كويس قوي. الميجور سليمان وطني وعنده استعداد يقف معانا ويساعدنا بأي وسيلة. يعني أنت يا جلال متأكد منه؟ أنا واثق فيه. طيب والميجور سليمان ده هيقدر يجيب أسلحة وذخيرة للدكتور عصام؟ والله هو قال لي هيشوف هيقدر يعمل إيه، وقال لي إن هو هيتصرف. هتبقى في مشكلة مهمة جدا هي اللي باقية، التدريب. إحنا هندرب الرجالة اللي هناك دي إزاي؟ خصوصا إن أنا سمعت من الأخت حورية إن كلهم طلبة عمال.
أنا جاتني فكرة. أنا هاخد كام ظابط من اللي كانوا عندنا في الأسر وانضموا لنا، وأطلع بيهم على الدكتور عصام، وهم هناك هيتولوا تدريب رجالته. فكرة مش بطالة. هاشم. أي. روح معاه للظباط اللي عندنا، شوف معاهم إيه الحكاية دي. حاضر. يلا. قول يا مستر فرانك، ايه بقى اخبار عربية؟ ايه رد الفعل اللي حصل هناك؟ ادم سميث والمرتزقة ركبوا البلد، هيعملوا فيها كل اللي هم عايزينه. واضح انها هتولع، بس احنا هنتصرف ونلاقي لكم اي طريقة تخرجوا منها من البلد. يا ريت. وانا يعني في الحقيقة انا كنت بفكر نفضل معكم هنا شوية. نفضل معاكوا فين؟ ده بيقولك الدنيا هتولع، ده احنا ما صدقنا خرجنا من أربية. كارلو عنده حرب، وجودكوا هنا خطر عليكوا وعلى حياتكم. قوله، قوله يا مستر عامر، ده كل همه جايزة البوليتزر اللي عايز يموتنا علشانها. كارلو، حاول تفهمني. أنا ما انكرش إن أنا كان نفسي بجايزة بوليتزر، لكن دلوقتي أنا لا تهمني جايزة ولا غيرها. في حاجة مهمة بتحصل هنا في كربستان. الحاجة دي لازم تتنقل للعالم. لو انا وانت واللي زينا هربنا، مين اللي هيوصلها للعالم؟ رشدي ولا ادم سميث ولا اللي اسمه هانز؟ انت عارف لولا وجودنا في ميدان الثوره ما كانش حد داري باللي حصل. كارلو، عايز تمشي امشي انت، انا هقعد. انا قاعد يا مستر عامر. يلا امال فين نبهان وفضل الله وبقيه الناس؟ انا مش شايف حد. نبوي يا سيدي، قصدي يا عامر، طلب منهم ينتشروا في كل مقاطعات كربستان ويتصلوا بالمشايخ هناك عشان يجندوا الناس ويدربوهم ويبتدوا الكفاح المسلح. هايل. وايه اللي هايل يا جلال؟ ايه اللي هايل؟ وكده المقاطعه هتبقى مفتوحه ومعرضه للهجوم في اي وقت. ايوه، ما المفروض ان احنا اللي نبتدي نهاجمهم مش نستناهم لما يهجموا علينا. بالمناسبه انا جاي لمحت سلم راكب عربيه وطالع على أربية. هو السيد عامر بعته في حته هناك؟ سالم؟ ما في الحقيقه ما اعرفش. جلال، كتم على الموضوع ده دلوقتي لغايه ما اعرف اصل الحكايه دي ايه. الكلام اللي انت بتقوله ده خطير جدا، انت متاكد منه يا سالم؟ طبعا يا مستر ادم، ما تنساش ان انا واحد من قاده النسر الاحمر الكبار. يعني عامر ده فعلا مش عامر؟ اللي انت فاكره عامر ده مش من كربستان اصلا، ده حتة ممثل كومبارس جايبينه من مصر. سالم، انت كنت عارف الموضوع ده من زمان؟ اما عمرك غريب قوي، وليه ما قلتليش عليه قبل كده؟ يعني ما جاتش فرصة، وبعدين يعني اياميها الحكاية دي ما كانتش تفرق قوي، لان نبوي ده ما كانش مهم للدرجة دي. مين نبوي ده؟ نبوي ما هو ده اسم الممثل اللي بيعمل دور عامر، اللي خلى الناس تهتف باسمه وخلوه بطل على اخر الزمن. تخيل بقى لما الناس تعرف ان عامر ده ما هوش عامر الحقيقي، وانه مجرد حته ممثل تافه جايبينه من مصر وواخد اجر عشان يعمل دور عامر. تخيل بقى الناس ممكن تعمل ايه. امال عامر الحقيقي فين؟ مات؟ ما اظنش، تالين ولسه عايش، بس فين محدش يعرف. بس الشيء المؤكد ان حالته خطر قوي، والله اعلم هيعيش ولا هيتكل على الله. قول يا سالم، في اي حد يعرف الحكايه دي؟ لا، هما 3-4 انفار من قاده منظمه النسر الاحمر وبقيه قاده التمرد. لا، كلهم فاكرين ان هو ده عامر الحقيقي. اسمع سالم، الكلام اللي انت قلته لي دلوقتي ده كانك ما قلته ليش خالص، واللي حصل دلوقتي بينا ده يفضل سر بيننا احنا الاتنين وبس. موضوع عامر ده بالذات مفيش مخلوق في الدنيا يعرفه، فاهم يا سالم؟ فاهم.
كويس. ابتدي دلوقتي انت بقى اكتب التقرير وارسم الخرائط اللي مطلوبه منك. خد وقتك براحتك، ولو احتجت اي حاجه ديفيد موجود هيشوف كل طلباتك. ابعد ديفيد عن طلباتي، انا طلباتي مش مع ديفيد، طلباتي معك انت مستر ادم، وانت عارفها كويس. يا سالم يا سالم عيب، ده انت عارفني كويس وعارف ان اللي بيشتغل معايا باخلاص ممكن اديله عناية. اتفضل شوف شغلك وسيبني انا بقى هشوف شغلي. رجالتك هيوصلوا امتى يا هنزة؟ بعد الظهر. وامتى هيكونوا جاهزين؟ اول ما يوصلوا، انا رجالتي دايما جاهزين. كويس اوي، يبقى اعمل حسابك هتهاجم مقاطعة ابو خالد في اقرب فرصة. انا جاهز من دلوقتي، بس اهم حاجة عايز كل المعلومات عن الاهداف اللي هاجمها تكون متوفرة فورا. كل المعلومات اللي انت عايزها هتوصلك الليلة، بس المهم دلوقتي هروح اقابل الجنرال واخد موافقته. ناوي على ايه يا ادم؟ انت مش كنت عاوز تخلص من الجدع ده اللي اسمه عامر؟ انا بقى هخلصك منه. برافو برافو يا ادم، انا من زمان بقولك ان ده لازم يحصل. وانا من زمان وانا بقولك ان كل شيء بقى وانه. الولد ده نجم وابتدى يعلى قوي قوي قوي، ولازم نخلص منه. هيحصل، بس انا الحقيقة كان ليا عندك طلب صغير كده. خير يا ادم؟ كنت بحتاج منك 3-4 طيارات مقاتلة بالكتير يعني. ادم انت بتطلب؟ ده انت تؤمر. وبعدين يا سيدي طالما هتخلصني من الولد اللي اسمه عامر ده، يبقى انا والجيش وكربستان كلها تحت امرك. شكرا يا كولونيل، قصدي شكرا يا جناب الجنرال. دكتور عصام، دكتور عصام، ميجور سليمان. أنا مش عارف أشكرك إزاي. تشكرنا عليه يا دكتور عصام؟ البركة في الكابتن مجدي والرجالة اللي معاه، هم اللي قدروا يسرقوا لنا السلاح من مخازن الجيش. المهم تتدربوا على السلاح كويس وتعرفوا تستخدموه صح. هو أنتوا مش هتفضلوا معانا؟ الحقيقة هم وناس كتير تانيين كانوا عايزين ينضموا ليكم ويشاركوا في الثورة، لكن أنا كان من رأيي إنهم يفضلوا زي ما هم في الجيش ويساعدوكم في السر. طابور خامس يعني. وأنت يا ميجور؟ أنا معاك يا دكتور عصام، معاك لآخر المشوار. ها إيه الأخبار يا سالم، خلصت ولا لسه؟ كله تمام. اتفضل، أدي التقارير أهي كلها، ودي بقى خريطة مفصلة للمقاطعة. بص، دي أماكن تخزين الذخيرة، وده مبنى القيادة، ودي منطقة الشاليهات. الشاليه ده اللي عليه علامة، ده اللي قاعد فيه اللي اسمه نبوي. أنا آسف، قصدي اللي اسمه عامر يعني. بتالي اكتر من كده بقى ما تحلمش. اخر مرة الاسم ده يجي على لسانك، احنا لما بنتكلم بنتكلم عن عامر، فاهم؟ فاهم فاهم مستر ادم. قول لي الموبايل اللي اداهولك جون ألتون لسه معاك؟ اهو. طب كويس قوي، عايزك تخليه دايما مشحون. طبعا طبعا مستر ادم. انا عايزك دلوقتي تنزل على المقاطعة، تنزل للجدع اللي اسمه عامر ده، عايزك تبقى ضله وتقولي على مكانه أول بأول. أيوة، بس الجدع ده لا أنا بطيئه ولا هو بيطئني، يعني عامل فيها زعيم كده، وبصراحة ربنا دمه تقيل على قلبي. ده شغل يا سالم، شغل. الشغل ما فيهوش دم تقيل ودم خفيف، الشغل أساسا ملوش قلب. مفهومة القاعدة دي ولا مش مفهومة؟ مفهومة مفهومة مستر ادم. كويس، وعايزك لو قدرت تشوف لي حد من قادة المنظمات، بس تكون انت شخصيا بتثق فيه ثقة عمياء. لو قدرت عايزك تدبر لي معاد معاه. نعم
حد من قادة المنظمات. ايه مالك يا سالم اتخضيت ليه كده؟ انت هو يا اخي احد قادة المنظمات وبنقعد مع بعض نتكلم عادي يعني مفيهاش اي حاجة. ايوه انا عادي مفيهاش اي حاجة يعني، بس الناس دي اصل سعادتك ما تعرفهاش، الناس دي مخها متركب شمال وماشيين ورا كلام اللي اسمه نبوي ده، اسف قصدي اللي اسمه عامر يعني. انا قلت ايه؟ قلت لو قدرت. وعلى فكرة لو ده حصل هتبقى نقطة في صالحك بالنسبة لمشروع الإقليم الشمالي اللي انت نفسك فيه. انا والله العظيم انا هعمل كل جهدي عشان احقق لسعادتك اللي انت طالبه. اهو كده انا بحب الروح دي قوي يا سالم. قبل ما انسى، وانت خارج فوت على ديفيد هيديك ظرف فيه مبلغ صغير كده لزوم مصاريفك الشخصية مش اكتر. ربنا يخليك ليا يا مستر ادم، يا رب ما يحرمنيش منك. لا ما يحرمنيش ايه، ما يحرمش البلد كلها منك. متشكر يا سالم. على فكرة انا عايز اعرف مكان عامر لحظة بلحظة، فاهم يا سالم؟ فاهم فاهم يا مستر ادم. قلت لك الشاليه ما لقيتكيش، قلت اكيد حليك هنا بس تريح وانا هنا. ما تتصورش وحشني قد ايه، وحشني قوي قوي، نفسي اشوفه، نفسي اسمع ضحكته، نفسي اخده في حضني، نفسي نفسي. ده امر الله يا حريه، وانا وعدك مش هسيبك، هفضل جنبك على طول. العملية دي لازم تتمركز حوالين نقطتين، النقطة الأولانية مخازن السلاح، النقطة الثانية عامر. مخازن السلاح أنا عينت موقعها وعرفتها خلاص، موجودة هنا وهنا وهنا، وهي دي الأماكن اللي هتضربها الطائرات. وعامر؟ عامر ده بقى هو الهدف الأساسي للعملية، أنا هحدد لك مكان وأبلغك بيه قبل هجوم الطيران مباشرة، بحيث تدخل بقوة اقتحام سريعة تخطفه وتخرج بيه في أقل من لمح البصر. أخطفه؟ أيوة تخطفه. وعلى فكرة اوعى تمسه بأي حاجة، عامر ده بالذات أنا عايزه حي. شمعنا؟ عايز أفهم ليه؟ هانز من غير شمعنا، احنا مش اتفقنا تنفذ أوامري بالحرف الواحد بدون أي نقاش ولا نسيت؟ طب والقادة وبقية الرجالة اللي هناك؟ معظم الرجالة والقادة سابوا المقاطعة من كام يوم وانتشروا في الجبال، اللي باقي منهم عدد قليل قوي، دول تقدر تتعامل معهم بطريقتك الخاصة. شايف الراجل اللي في الصورة دي؟ عايزك تحفظ شكله كويس. امسك. مين ده؟ الراجل ده بتاعي في المقاطعة، اسمه سالم، وهو ده اللي هيحدد لك مكان عامر بالظبط فيه. العملية امتى؟ بكرة الصبح بدري الطيارات هتبدأ بالهجوم، مجرد ما الطيارات تبدأ بالهجوم تخش تجيب لي عامر. سيد عامر. ايوه جلال. دكتور عصام الدين شوكة اتصل بيا من شوية وبلغني ان الميجور سليمان بعت لهم السلاح والذخيرة. فيها الخير الميجور سليمان، قولي
عملت ايه انت وهاشم مع الضباط اللي هنا؟ كلمتهم على التدريب؟ كلمتهم، موافقين ومتحمسين جدا. خلاص، يبقى من بكرة الصبح تاخدهم وتطلع على قريبه. ان شاء الله. تصبح على خير. وانت وانت انا سمعت انك نقلت نشاط المقاومة لكل المقاطعات وبالذات أربية. بعد كل اللي حصل ده كان لازم نكسب الشعب في صفنا في كربستان كلها، خاصة ان الثورة خلاص بقت على الابواب. عمر، انا عايز اروح أربية مع جليل. تروح أربية تعمل ايه؟ عشان اكون جنبه، جنب اللي قتل اخويا، جنب اللي حرمني منه. عايزة. لا يا حورية، لا، انت عرضتي حياتك كتير للخطر، واخر مرة كنت هتموتي فيها. مش حاجة اغلى من الراحة. وانت بالنسبة لي اغلى من اي حاجة تانية في الدنيا. عامر، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا مش عامر، انا نبوي. نبوي اللي اول ما شافك قلبه اتعلق بيكي، ولولا وجودك هنا في كربستان ما كانش قاعد طول المدة دي. نبوي اللي حبك ومستعد يعمل اي حاجة علشان ما يشوفش دمعة حزن في عينيك. انت بالنسبة لك عامر كل حاجة في حياتك، اما نبوي فانت كل حاجة في حياته. يلا مع السلامة، ابقى طمني عليك. ان شاء الله. وسلم لي على الدكتور عصام والميجر سليمان. اوكي، ماشي. سلام. سلام. احنا تمام؟ عامر، صباح الخير يا حورية. عايز مني حاجة النهاردة؟ ليه؟ انت رايحة فين؟ رايحة لدارة، عايز اطمن عليها هي واهلها، وهرجع على بالليل. شنطوري، روح معاها وخد بالك منها. عامر، من فضلك انا عايز اكون لوحدي، انا مش صغيرة. انا عارف، بس معلش ريحي. اروح انا اجهز العربية. نزلكم. بتخاف عليا؟ بصراحة لتنفيذ المهمة. فاضل 10 دقايق والطيارات توصل المقاطعة. أيوه مستر آدم. يا سالم، إيه الأخبار عندك؟ كله تمام يا مستر آدم، كله تمام. الجدع اللي اسمه عامر ده فين دلوقتي؟ لسه داخل حالا دلوقتي مركز القيادة. ايوه، المبنى اللي في وسط الساحه بتاعت المقاطعه. سالم، لو اتحرك من هناك بلغني على طول. قولي عملت ايه في الموضوع التاني اللي كلمتك فيه؟ لا مستر ادم، الموضوع التاني ده لسه شويه. سالم، لازم تتحرك بسرعه، مفيش وقت. اوكي مستر ادم، اوكي. سالم، ازيك يا سالم؟ دكتور هاشم، صباح خير.
انت كنت فين امبارح طول النهار يا سالم؟ انا كنت في عربيه. عامر هو اللي بعتك؟ لا لا مش عامر. امال كنت بتعمل ايه هناك في عربيه؟ لا مش معقول هنقف نتكلم كده في الشارع، ما تيجي ندخل عندي الشقه عشان نتكلم براحتنا، ولا انت خايف سعامر يشوفك معايا يغضب عليك انت راغب؟ انا ما بخافش من حد يا سالم. اتفضل. اتفضل. دي طيارات حربية. دي متجهة ناحية المقاطعة. ما تتصوريش يا بنتي من جيتك عندنا غالية قد ايه. ما تقوليش كده، احنا بقينا اهل ودارة عندي زي ابو العيلة بالظبط. ربنا يديم المعروف يا بنتي. اتفضلي. شكرا. ايه ده؟ قلت يا دكتور هاشم، عارف اللي بتطلبه مني ده معناه ايه يا سالم؟ عارف، عارف ان الحكايه من بره شكلها وحش، ووحش قوي كمان، بس انت لو فكرت في الحكايه بعمق وبموضوعيه هنكتشف ان احنا بنعمل احسن عمل وطني لبلدنا، لكربستان يا دكتور هاشم. عمل وطني يحميها من حرب أهلية ممكن تمزقها المليون حتة. وعلى كل حال أنا مش طالب منك ترد دلوقتي، لا، عايزك تاخد وقتك تفكر وتحسبها، وعايزك تبقى متأكد من حاجة واحدة بس، إن مفيش أي حاجة تهمني في الموضوع ده غير مصلحة البلد دي، مصلحة كربستان. وأنا متأكد إنك لو فكرت صح هتوصل لنفس النتيجة اللي أنا وصلت لها. إيه ده؟ شوف اللي حصل هناك، وانت تعالى معايا نلحق الجرح. تعالى تعالى شيل معاه شيل معاه شيل. الطيارات وصلت الهدف مستر عالم. ايوه سالم. ايوه مستر ادم، ايه اللي بيحصل ده؟ سيبك من اللي بيحصل عندك وقول لي عامر فين دلوقتي. عامر في الساحه في وسط الناس مع الجرح. ايه ده؟ وبقيت المخازن كلها انضربت؟ كلها؟ طب ازاي؟ وعرفوا مكانها ازاي؟ اكيد في خاين بينا. يلا غسان ساعدني ننقذ اللي نقدر عليه. يلا. انا في ايه الاخبار عندك؟ المخازن كلها انضربت والسلاح والذخيره كلها راحت. انقذ اللي تقدر تنقذه، وانا هكلم القاده اقول لهم يرجعوا مع رجالتهم المقاطعه حالا. ايوه مستر ادم، عامر دخل مركز القاده دلوقتي حالا. طب اقول لك ايه، خليك في مكانك وراقب الموقف كويس، واول ما كوماندر هانز يوصل اكد له اخر مكان موجود فيه عامر. اوكي مستر ادم.
هانز، هانز جاهز يا هانز؟ جاهزين مستر ادم. عرفت مكان عامر؟ في مبنى القياده اللي في ساحه المقاطعه. سالم هيقابلك هناك وهياكد لك اخر مكان موجود فيه عامر. اوكي.